أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب. نهار اليوم سادت أجواء مستقرة في عموم مناطق المملكة، درجات الحرارة كانت أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، طقس بارد نسبيا خلال ساعات النهار ساد في المنطقة الشمالية والشرقية والوسطى وأيضا المرتفعات الجبلية، لكن خلال ساعات الليل انخفضت درجات الحرارة بشكل كبير وتشكل الصقيع خاصة في المرتفعات الجبلية العالية. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة ستكون حول الطقس شديد البرودة خلال ساعات الليل، وبالتالي هناك انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ودرجات الحرارة أيضا خلال ساعات النهار ستكون أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام. كالعادة نبدأ نشرتنا بصور الأقمار الاصطناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم لتوضح خلو عموم المناطق من الغيوم باستثناء بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة التي عبرت هنا فوق منطقة حائل والقصيم وامتدت نحو حفر الباطن ثم تلاشت فوق المنطقة الشرقية. باقي المناطق شهدت أجواء صافية وخلت تماما من الغيوم. نذهب الآن وإياكم إلى خرائط توزيع درجات الحرارة السطحية المتوقعة من يوم الخميس، من يوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة، أي خلال نهاية الأسبوع وخلال عطلة نهاية الأسبوع. لاحظوا كيف تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، خاصة هنا فوق المرتفعات الجبلية، مرتفعات تبوك وعموم المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وأجزاء أيضا من منطقة الجوف وحائل والقصيم والحدود الشمالية وامتدادا حتى المنطقة الشرقية وأجزاء من الرياض. الصقيع أيضا سيتشكل من جديد خلال ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية، خاصة هنا فوق منطقة تبوك وأيضا المرتفعات الجنوبية الغربية تحديدا منطقة أبها، حيث ستنخفض درجات الحرارة في تلك المناطق لما دون الخمس درجات مئوية، حيث تكون الظروف ملائمة لتشكل الصقيع خاصة مع ارتفاع نسب الرطوبة السطحية. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسوى الطقس مستقر، تتفرق بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، 13 درجة مئوية كحرارة دنيا، الملموسة 12، الرطوبة مرتفعة حوالي 78%، أما الرياح تكون شمالية غربية إلى شمالية خفيفة لمعتدلة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض والتوقعات الجوية لثلاث أيام القادمة، طقس مستقر خلال نهاية الأسبوع وخلال عطلة نهاية الأسبوع، درجة الحرارة أيضا تكون أقل من معدلاتها يعني مثل هذا الوقت من العام، العظمى اليوم الخميس تسجل 23 درجة مئوية، أما الصغرى 10 درجات، تنخفض يوم الجمعة 22 إلى 11، ونفس درجات الحرارة متوقعة يوم السبت. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.